في هذه الحالة قدمه كاتب المجلس خسر رئيس مجلس الجامعة هو اللي قرر التقرير هو اللي قدم التقرير ملاحظة واحدة. عند بداية كل دورة عالية حنا دورة استثنائية ولسنا دورة عالية ودون مناقشة تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها الرئيس لأننا ملي كنشوف هاد لائحة الأعمال اللي كاينة زعما قلت خسارة حنا ما دخلناش للسياسة زعما راه عندنا تبارك الله هادشي كثير زعما كيبشر بالخير ولكن التقرير يجب أن يتضمن أمر الرئيس يجب أن يقدمه الرئيس ويجب أن يكون عندك في بداية الدورة عندي. هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية مرتبطة بالنظام الأساسية شركة الدورة السابقة تصرفت غير مسبوقة لأحد أعضاء المجلس تمثلت في محاولة تكسير بعض الكراسي وتمثلت في تكسير أحد معدات الصوتيات وتمثلت في كلام بذيء وساقط تم استهداف به مستشاري فريق العدالة والتنمية. التزم الصمت آنذاك وكل احترام للأجواء من عدم الاحتقان رجعنا جلسنا بلايصنا لأنه النقاش ما عندناش مع هذا العضو النقاش عندنا مع الرئيس حول مجريات تدبير نقاش نقطة في جدول العمل. واحد العضو يجي يدير الموقف ولا مسرحية ديالو سيصونا فيها ولكن عند نقاشنا لهذا التقييم الدورة الماضية يعني انتبهنا لعدد من الأمور قلنا كيفاش حنا فريق العدالة والتنمية يتضامن مع نائب رئيس المجلس لتكسير سيارته في البلدية ولا أحد من هؤلاء الأعضاء قال لذلك الكلام الساقط البذيء الذي لا يليق بأي مستشار داخل المجلس صدر بحق فريق مستشار العدالة والتنمية وتممته على جميع فيديوهات الانترنت ولم نتوصل بأي كلمة تضامن أو تبريد أو استنكار ما فهمش مش ندخلوا السيد الحبس ولكن احنا كنقولوا منطقيا يجب أن يكون واحد المنطق واحد التضامن الأساسي داخل المجلس شيء سيدا واحد الخطأ يعتبر عليه لا تشي حبس ونسجلوا مواقفنا ونقولوا نسجمين. ثانيا يعني بقاو بعض الناس من القاعة يتدخلون ولا كنسمع دابا شي مجموعات فارغة يتدخلون بدون صفة كأننا في شي حي شي عبي غار يعني شي بلاصة لا نملك إلا أن نجلس ونسكتو ما عندنا ما نقولو. الله يجزيكم بخير. تفعيل النظام الداخلي تفعيل القانون التنظيمي وحرصا على أجواء الجلسات نطالب كفريق العدالة والتنمية أن يحترم القانون وأن يتحمل كل عضو مسؤوليته وتشاركنا في النظام الداخلي وأن نكون يعني في المواصفات التي يستحقها من المواطنين.